منع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة المكرمة، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أرسل صحابيا من صحابته من أجل أن يطلب من قريش أن يدخل مكة المكرمة، فما كانت من قريش إلا أن عقرت بعير هذا الصحابي الجليل وأرادت أن تقتله، إلا أنه فر هاربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإساءة بالإساءة والعنف بالعنف، بل إن قريشا أرسلت مجموعة من المجرمين من أجل أن يرموا المعسكر الإسلامي بالحجارة، إلا أن معسكر الإسلام قد قبض على هؤلاء، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خلى سبيلهم وأعادهم إلى مكة في أمن وأمان. إن دل على هذا فإنما يدل على سماحة الإسلام، بل الأعجب من ذلك عندما ذهب سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل أن يدخل في الإسلام واتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم على بنود الصلح الذي سمي بصلح الحديبية.